انت يعني مشاور حالك وجاي بدك 5000 ليره هيك من كل حالك؟ ايه عمي ايه مو كثار ال 5000 هلا؟ صلي على النبي يا ابو ظفير. اللهم صلي على الحبيب محمد. خدنا بحلمك عمي، اشرح لي والله ال 5000 ليش هي؟ الدية عمي الدية. ليش دية؟ شو انا قلت لك ابوك الله يرحمه بالغلط حتى بدك دية؟ لك شو نسيت انك صورت ورقبي؟ امنت بالله على النهار. اسمع هلال، دية ما في، مصاري و 5000 ما في، مشوار بسيط، طرقوا على المستشفى العسكري. هنيك روح سأل مين زور ورق أبوك الله يرحم أبوك، الله يرضى عليك، غير هيك ما عندي. بس لرجال ما بترجع بكلامه أبو عصام؟ أخس يا عيب الشوم، نحن بعمرنا ما لاحظنا كلامنا لك يا هلال الله يرضى عليك ودير بالك على حكيك، أنت دايس بساطة. شو شايفك أوياه؟ شو عدم بدا أبو عصام؟ طب لسانك هلال. طب لسانك احسن لك انت دايس بصوتنا. ها مو معتز يرضى عليك روى، نحن بدنا نحل المشكله. ليش غيرت رايك ابو عصام؟ لانه رايي غلط من اصل ابو ظفير. انا ليش عم باخذ وبعطي معه مالي فهمان؟ ترى مو عندي، تارك عنده فرنساوي يا ابي، عنده فرنساوي فهم هي. بس انت اللي زورت له راح. حدا زور الله يرضى عليك، لا تغلط. ايوه ما حدا زور، حتسمعها هلا وبكره وبعد 100 سنه. اللي زور هو الفرنساوي وشعر المستشفى، روح اتطحص وتاكد. هذا حكي تاني ويكون بعلمك ابو عصام، هذا الحكي رح تدفع حقه انت واهل الحاره كلهم. ابو ضاي انت قلت لنا انك من دوما. ايه من دوما، ابن تحسين دوماني خير. ايه بس انا امبارح كنت بدوما وسالت عنك. نحن نقلنا من دوما. ولوين نقلتوا سيدي؟ على حلب سيدي، على حلب لعند بيت جدي. ايه خير ان شاء الله خير. وهلا شو؟ شو سمعت لك ابي؟ شو سمعت؟ الله يرضى عليك يا اهلا. وجع الراس ما منيح لا لنا ولا لك. ايوه تارك لو عنا من عيني هي بالهي، تارك مو عنا والله معك. ايه مثل ما بتكون، بس هذا الحكي رح تدفعوا حقه. ايدك وما تعطي.